يقف بك الزمن لتلامس عوالم أخرى. هنا لا شيء على المسرح سوى الألوان وموسيقى تصدح لتتجاوز حدود الزمان إلى فضاء سماوي وعالم من الخيال. إنها سحر الألوان، وهذه المرة بتوقيع كورال الحجرة على خشبة المركز الوطني للفنون البصرية. الموسيقى أو الأفلام اللي شفناها هي مبنت على الموسيقى، عادة بتصير العكس، يعني المخرج بيعمل لقطاته، بيعمل الحبكة، بيعمل كل التفاصيل وبيروح عند المؤلف، المؤلف بيألف له مقطوعة موسيقية بتناسب الفيلم أو المسلسل أو أي شيء تصور. نحن هون عملنا العكس، انطلقنا من الموسيقى، من الموسيقى المكتوبة، الكلمات، الألحان، التوزيع موجود، بنينا فيلم على الموسيقى هاي بتناسب النص، بتناسب الموضوع اللي بنحكى عنه. نحن عم نحاول نعمل موسيقى نشوف الموسيقى ونخلي الناس تشوف الموسيقى، فكونه مركز فنون بصرية فبشوف انه هيك مشاريع هي اللي عم ممكن شوي تعمل فانتازيا وتعطي خيال للأشخاص لحتى تطلع أفكار جديدة معهم، لحتى نقدم شيء مختلف، شيء نوعي بهذا المكان لأنه بيستاهل هذا المكان. نحن كل مرة عم نحاول نتغلب على حالنا ونقدم شيء مختلف، شيء نوعي، وأهم من هيك أنه نحاول نعرف الجمهور على مقطوعات كثير جديدة مختلفة بالأسلوب، مختلفة بالطريقة الغناء، بس الأهم شيء أنه يكون الأربع أصوات أو خمس أصوات مثل ما عم نغني نحن ومكتوب بشكل جيد. فكورال الحجرة هلأ عنا برامج كثير لقدام رح نشتغلون، إن شاء الله كل مرة نقدم فكرة جديدة. أعوام على الحرب وما زال العقل السوري يبدع ويتحدى نفسه ليقول هنا سوريا، هنا عقول لن تموت.